احنا نتشرف اننا نرافق هذه المدارس، هذه هؤلاء الاطقم اللي راهم يعتنوا اولا باطفالنا واولادنا، خاصه بعض الفئات مهما كانت المستويات تاعهم، مهما كانت درجه الاعاقه، مهما كانت الصعوبات. ان نثمن اولا اثمن المجهودات المبذوله من طرف الطواقم، سواء اطباء نفسانيين او مختصين او مكونين، لاننا نشوف اننا من سنه الى اخرى نقف على نتائج ميدانيه، تقدم ملحوظ من ناحيه رفع المستوى، من ناحيه التكفل بهذه الفئه وهذه الشريحه الهشه والحساسة والتي تتطلب مجهودات وعناية خاصة. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية، وفي إطار كذلك اليوم العالمي للطفولة، برمجت المحافظة الولائية لولاية ولاد جلال زيارة لأطفال الكشافة لجناح طب الأطفال في مستشفى عاشور زيان ولاد جلال، وهذا في إطار التضامن وإطار برنامج الاحتفال بهذه هاتين المناسبتين.